اصلا تخطر الطرفين، كان لازم يبقى فيه مفاوضات ومشاورات مع الطرفين. الف باء، انت بتتكلم على الدوري الممتاز، بتتكلم على اتحاد الكوره مش في القاره الثانيه، انت بتتكلم على ده الاهلي بينه وبين اتحاد الكوره سور، لو حدف الجواب هيوصل له من فوق السور. لا مش موجود، زي ما ردتش على الجواب بتاع الشكوى بتأجل مباراه قمه من غير ما تتصل ومن غير ما تتكلم ومن غير ما تبعت يعرفها من التلفزيون. هو ده الاسلوب الحضاري في اداره المسابقه. ثم بلاها نادي خد سوسو. هي المشكله ان طب الاهلي بادر من نفسه وقال انا ما عنديش مشكله العب في برج العرب وبدون جمهور، مساعده في ان المباراه تتلعب والمسابقه تنتظم، مش لاستغلال ظرف فني الناس بتحاول تقوله، لانه زي ما المهندس عادل قال الاهلي بيحترم الزمالك ويحترم كل منافس. ومين قال ان الاهلي هيكسب الماتش ده؟ ومفيش ابدا حد بيحترم كره القدم وبيحترم الرياضه وبيحترم المنافس بيتكلم على ان مباراه عنده افضليه فيها اطلاقا، كل التقدير ومين قال ان الماتش لو تاجل الاهلي ما كسبوش؟ مين قال؟ انما تيجي تشايل المباراه الساعه 12 بالليل وبعد نص ساعه بلاها نادي خد سوسو، بدل ما الزمالك يلعب مع الاهلي الزمالك يلعب مع المقاولين. الله، يعني هي المشكله في الاهلي؟ هي دي المشكله؟ ومفيش رد خالص. طيب انت هنا دي مسابقه تدار بهذا الشكل؟ احنا كنا سمعنا استاذ عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكوره اللي احنا كنا اكثر المرحبين بتعيينه مع اللجنه، واتكلمنا قلنا يا جماعه احنا عايزين نساند ونساعد وندعم فكره لجنه مؤقته فيها عناصر ما زلنا بنؤكد متجرده من المصالح الانتخابيه، ما عندهاش حسابات ترشح جايه، ما عندهاش مشاكل مع حد، حتى الكلام على اي انتماءات اي حد حر في انتمائه، لكن عندنا الثقة انه في اي حد مسؤول ما دام قاعد على كرسي المسؤولية مؤكد انه هيلتزم بكل القواعد اللي تقر العدالة بين الجميع. اللي خلانا تفائلنا واللي خلى الناس اتصدمت واللي خلى علامات الاستفهام كتيرة قوي حوالين ما حدث من تأجيل وتبديل لنادية بسوسو، انه الاستاذ عمرو الجنايني نفسه هو اللي كان قال لنا كده. نفتكره ونفكركم. جدول للدوري محترم يمشي في اوقات معينه ويخلص في وقت معين ويراعي الالتزامات الدوليه والمحليه، هتعملوا ده؟ هلتزم قدامك من اول يوم ان شاء الله يوم الجدول، هنزل اقول يا جماعه الدوري هيبتدي الساعه كذا يوم كذا وهيخلص الساعه كذا يوم كذا. حضرتك بتقول لي هتعمل دوري في مصر يس يبتدي يوم كذا الساعه كذا ويخلص يوم كذا الساعه كذا؟ موضوع ما فيهوش اي حاجه خالص ولا كيمياء ولا، وعلى فكره يا عمرو بيه انا بقول لك والله يا عمرو بيه ما احنا بقالنا 20 سنه مش عارفين نعمل الحكايه دي. انا بقول لك انا ملتزم قدامك اهو، مش هحط حاجه صعبه عليا مش هعرف اعملها. وهو ده اللي خلانا رحبنا جدا وانبسطنا جدا وقلنا لا الناس ناويه تاخدها بجديه، لأن طريقة الكلام كانت لا تقبل المساومة والتشكيك. أنا بقول لك أهو. ويا عمرو بيه، يا عمرو بيه ده قال له أنا بلتزم قدامك. قال له أنا قدامك أهو والساعة كذا ويوم كذا وبتاع. هو في إيه يا عمرو بيه؟ الماتش يعني كان من الممكن جدا يتلعب بدون جماهير في أي مكان. أصل مسألة إن إحنا، وخلي بالك إحنا طبعا هنتزنق في الوقت، هنتزنق في الوقت لان انت عندك البطوله بتاعه المنتخب الاولمبي يعني فاضل لها ايام فانت ما عندكش طرف الوقت ما عندكش طرف انك انت تعمل الشقلبه دي كل يوم وتاني في ال وانا يعني لما يكون الاستاذ عمرو الجنايني بيتكلم بهذه الثقه يبقى معناها انه حاطط بدائل، لو ما تحققش ده يحصل ايه؟ هو ده بقى السؤال اللي ما بيتسالش. كان لازم الاستاذ عمرو اديب يقول لي طب لو ما حصلش؟ كنت عايز اسمع
اجابه الاستاذ عمرو الجناين، هل هتستقيل؟ اولا عشان الناس تبقى فاهمه برضه يا استاذ ابراهيم، هذه لجنه اكن الاتحاد ده محطوط تحت الولايه ووصايه الاتحاد الدولي وبمرتبات من الاتحاد الدولي. اه ده معنى خطير جدا وقبلناه، لانه معناه ان انت مش عارف تدير نفسك، عديم الاهليه جايب لك حد يدير لك. طيب اللي بيدير لك بقى يبقى ذو اهليه، يعني عندك باور مطلق ان محدش جايبك يقدر يشيلك غير الاتحاد الدولي. راتبك محدش بيمن عليه بيك، ده انت بتقبضه من الاتحاد الدولي. ايوه انت مش هتنزل الانتخابات بحكم طبيعه هذا التعيين، فانت محرر من كل، حتى ما عندكش فرصه عندك يبقى عندك اصنع ذاتيه. ايوه ولا يبقى الا صراعك الداخلي مع انتمائك الشخصي. وده في ايدك انت بقى. ايوه انا كنت اتصور استاذ عمرو الجناين يقول ما هو يا كده يا ملناش لازمه. لان اذا ما كانش الموضوع في ايدكم، ها، او مش هتقدروا توصلوا له، طب ما هو الجدوى من بقاء اي حد في منصبه؟ احنا قلنا انت محصل بكل انواع التحصين والقوه، انت راتبك من الاتحاد الدولي، علاقتك بالاتحاد الدولي، مفيش ضغوط عليك من اي حد في المطلق، لان انت لو ضغط عليك من اي حد ده انت الوحيد اللي يستطيع الاتحاد الدولي يقول له الا دول ولا يبقى تدخل. الموضوع مش مفهوم، ولذلك انا عايز الناس تطلع تتكلم كلام الراي العام يصدقه ويقفله. وانا مش ضد برضه، وانا ضد برضه فكره التسخين. يعني الاهلي عمل بيان كويس جدا 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 ومتوازن، دافع عن حقه وتحمل مسؤوليته، الحق والمسؤوليه وابدى احتراماته لا احترامات ده مجبر، هي طبيعية. مش بمزاجه، واخد بالك؟ ده حاجه احنا كلنا بديهيات. فانما اكدنا عليها عشان ما حدش يزايد علينا فيها. ايوه واظهرنا المرونه ان احنا قبلنا التفسير في التأجيل، لكن مش هنقبل ان احنا ما يترتبش الجدول ونمشي فيه زي ما هو. زي ما قلت يتحل الموضوع ده، ان يقولوا لنا ماتش الزمالك امتى ونلعبه ونخلص منه على طول. لكن انت كنت فاتح الموضوع ده لسبب، انا مش فاهم انت يعني مين اللي تاجر على هو لحقه ده؟ البيان طالع من كذا ساعه، لحق حد يتاجر على البيان؟ ما هي دي المتاجرات وزرع الفتنه. لكن زي ما قلت لكم، يعني ممكن بيان زي ده واضح جدا يتعمل فيه ايه؟ عشان يتقال اصل هي الاهلي ضد الامن. يا سلام. والحقوا الاهلي بيتحدى الامن رغم كل اللي انتوا سمعتوه، بس احنا حبينا نوضحه قطعا لالسنه الفتنه.